تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و66 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك لاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدر الشيرة أو جلب وترويج مخدر الكوكايين. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف 2 من المشتبه فيهم في عمليات أمنية متزامنة نفذتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكل من حيث سلطنت بضواحي مراكش والجماعة القروية أي تحسن أو سعيد بضواحي خنيفرة، بينما تم تنفيذ عملية توقيف لاحقة وسط مدينة خنيفرة وبمنطقة أنفا بالدار البيضاء. وخلص البلاغ لأن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لتجفيف مصادر جلب وترويج مخدر الشيرة وكذا مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان التهريب الدولي للمخدرات القوية والمؤثرات العقلية.